الملائكة يردون على من لم يرد عليه السلام ويحيى بتحية الإسلام، الملائكة يردون عليه، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا سلم ولم يرد عليه ردت الملائكة الإجابة، ردت الملائكة الإجابة. أذن كم باقي؟ طيب، إذن الملائكة ترد عليه. ولذلك أي إنسان لا يأسف على شخص أو أشخاص لم يردوا عليه، فإن هناك من هو خير منهم يردون عليه، فسلامك لن يذهب، فالأجر مكتوب وأيضا الجواب محفوظ ولله الحمد، يرد عليك من هو أفضل من هؤلاء. جرت طبيعة الناس أنه إذا سلم ولم يرد عليه فإنه يصيبه ذلك بالحزن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من سلم ولم يرد عليه فإنه نال أجر السلام، وكذلك رد عليه من هو خير من هؤلاء الذين لم يجيبوه بهذه التحية. وهذا لا شك بأنه يسلي الإنسان، فكل من حزن وضاق صدره بسبب موقف من المواقف في سلام بذله وأفشاه ولم يجد جوابا، أن هناك من هو خير من هؤلاء يردون عليه السلام، ولذلك لا يحزن الإنسان ولا يضيق صدره. نعم.